هلا، صار لي تقريبا اسبوعين ما منزله فيديو، واكيد انه انتم كلش كلش عصبيين علي وكل شيء زعلانين من عندي. بس اليوم اعتقد راح ارضيكم بهذا الفيديو. اول شيء اريد ابدي الفيديو بايه قرانيه، ثواني بس. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم. لهذا اليوم اني اللي اريدكم انه انتم تسووه، شكو معلومات عندكم عن هذا الموضوع تحطوها على صفحة وبعدين تتفرجون الفيديو، وبنهاية الفيديو من يخلص الفيديو تاخذون معلوماتكم القديمة وتشمرون شوية من عندها، وتاخذون معلومات من الفيديو وتشمرون الشغلات اللي تحسوها مو منطقية. بغض النظر عن النسبة اللي تاخذوها او ما تاخذوها، عن النسبة اللي تشمروها من معلوماتكم او ما تشمروها، بس المهم انه تجددون معلوماتكم. ليش انا دا احكي بهذا الموضوع؟ لانه دا تظلون انه انتو تعرفون نفس المعلومات وتحافظون على نفس المعلومات، فانتو ببساطة قاعدين تسوون اعادة تدوير الافكاركم نفسها. وطبعا اعادة تدوير افكاركم معناتها راح تظلون بنفس الافكار طول عمركم، وهذا الشيء ابد ابد مو مفيد لكم، ما راح يطوركم، ما راح يزيد الوعي عندكم، وطريقه التفكير ما راح تتغير. اليوم راح نحكي عن شيء اسمه الريموت فيورز، اللي هو حسب الترجمه مال جوجل المشاهده عن بعد. هذا الشيء له اسم ثاني بعالمنا العربي اللي هو العراف او العرافه، قراءة الطالع، قراءة المستقبل. قبل فترة كلش طويلة، تقريبا 50 لـ60 سنة، الجيش الامريكي جاب العرافة او عراف، او جاب عرافين او ناس ذولا اللي يقرون الطالع. المهم الجيش الامريكي جاب ناس تقرأ المستقبل، وطلب من عندهم ان هم يتجسسون على روسيا. اللي صار انه الجيش الامريكي لما جاب ذولا الناس شاف بانه الطريقة اللي دي يستخدموها حتى يتجسسون هي طريقة ممكن الانسان انه يتعلمها، هي عبارة عن خطوات معينة او طريقة معينة تتعلمها وتقدر انه انت تشوف المستقبل او تقرأ المستقبل. لهذا قرروا انه هم يبطلون ذولا العرافين ويجيبون ناس من عندهم، ناس بالجيش الامريكي، ويعلمون يعلموهم ان هم يقرون المستقبل. يعني قرروا ان هم يعلمون الناس مالتهم او الناس اللي يشتغلون عندهم هذه الطريقة، ومن هنا طلعت تسمية المشاهدة عن بعد او الريموت فيورز. زين، شنو نوع المهمات اللي كانوا يسووها وشون يسووها؟ الجيش الامريكي ببساطة يجي وينطيهم عنوان معين او صورة منطقة معينة او بناء بمنطقة معينة، ويطلب من الناس اللي تسوي مشاهدة عن بعد ان هم يتجسسون على هذا العنوان ويحاولون يعرفون شنو اللي دي يصير بالضبط داخل هذا العنوان. الجيش الامريكي كان يريد يعرف انه داخل هذه البناية هل دي يصير مثلا تجسس، هل دي يصير ناس دا تتعلم، هل دي يصير بناء لأسلحة دمار شامل، هل دي يصير بناء لبواخر مسلحة أو أسلحة معينة. فهذا ببساطة كان نوع التجسس اللي هم دي يسووه على روسيا أو على أي دولة ثانية بالعالم. بعد فترة الجيش الأمريكي بطل هذا المشروع وأخذته CIA. طبعا كل ما يبدون مشروع معين يتجسسون على شغلة معينة وعلى دولة معينة يسموه اسم، بس آخر مشروع احنا نعرفه انه CIA سوته هو كان مشروع ستار جيت. اسماء هاي المشاريع مو منطقية وغريبة، ف ما اعرف ليش سموه ستار جيت، بس هو كان هذا اخر مشروع سوته CIA يعتمد على المشاهدة عن بعد او العرافة او قراءة الطالع او المستقبل. هسه ليش CIA وقفت هذا المشروع؟ رح نحكي عن هذا الشيء بالاخير، ولكن هسه راح تقولوا لي ايات هذا كله خريط، هذا كله حكي، احنا نريد فشي علمي. فراح احكي لكم هسه علميا شلون العرافه تسوي شغلها اذا كانت عرافه حقيقيه مو خيط وخرابيط.
الطريقة العلمية حتى أنت تقرأ الطالع هي طريقة موجودة داخل كل شخص بينا، بس بعض الناس تقدر إنه هي تستخدمها بشكل خرافي، وبعض الناس إنه ما تقدر إنه هي تستخدمها. يعني ببساطة أكو هواي ناس ترسم، بس ممكن نشوف إنه طفل من عمره 3 سنوات إنه هو يرسم لوحات فنية تخبل. ممكن تشوف شخص عمره 30-40 سنة ما يعرف حتى انه هو يرسم عيون، مع انه اثنيناتهم المفروض انه يقدرون انه هم يرسمون، بس واحد بيهم عنده هذه الموهبة كلش طاغية ومبينة، وواحد بيهم الموهبة هذه انه ما توكل خبز. شغلة ثانية، مثلا أنا عندي عيون وزرقاء اليمامة عندها عيون، بس زرقاء اليمامة كانت تباوع مسافات كلش بعيدة وتشوف الأعداء أو جيوش الأعداء جايين حتى يؤذون المنطقة، وكانوا يستخدموها بالجيش، فهي عندها عيون وأنا عندي عيون، بس النظر مالتها رهيب والنظر مالتي صقاط. وهكذا انتم قيسوا علي هذا الشيء، فهي موجودة داخل كل شخص بينا، وبعض الناس تسميها الحدس حدث I guess، وبعض الناس تسميها الحاسة السادسة، يعني لها عدة تسميات عندنا بالوطن العربي. أول شيء العلماء قالوا بأنه الكون عبارة عن معلومات، كل شيء بالكون عبارة عن معلومة، أوكي؟ يعني أني معلومة، أوكي؟ هذا الكتاب معلومة، فكل شيء بهذا الكون هو عبارة عن معلومة، ولأنه كل شيء عبارة عن معلومة وعبارة عن طاقة، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن تتحول من شكل لآخر. أكيد أنه إحنا كلنا قارين عن الثقوب السوداء، أوكي؟ ونعرف بأنه الأشياء إذا دخلت بالثقب الأسود تختفي، بس هي بالحقيقة تختفي، بس المعلومة والطاقة ظل موجودة ولكن داخل الثقب الأسود. وببساطة العلماء يعتقدون انه مخنا يشتغل مثل الثقب الاسود. شافوا انه العقل يستقبل 20 مليون بيتس بالثانية الوحدة، بس مع هذا العقل يعالج او يستخدم 16 مليون بيتس بالثانية الوحدة فقط. معناته شنو؟ معناته اكو 4 بيتس قاعدة تضيع بالمخ والمخ مدى يستخدمها. هاي الأربعة بيتس وين قاعدة تروح؟ ببساطة اللي دا يصير إنه الجزء الأيمن من المخ يستقبل معلومات، هاي المعلومات تجي من كل دول العالم، بأي مكان بالعالم يستقبل المخ الأيمن معلومات، عندك 3 ثواني فقط حتى تستخدم هذه المعلومات. بعد 3 ثواني الجزء الأيسر من مخك رح ياخذ هذه المعلومات، وأي شيء يحسه إنه هو ما مطابق للواقع اللي أنت عايش به يذبه بالزبالة. آيات يعني شنو هذا الحكي كله؟ أنا كوش مفتهمت، أنا همين أول ما سمعتها مفتهمت، بس هسه رح أبسط لكم إياها وأفهمكم. مخك الأيمن يستقبل معلومات، خلينا نقول استقبل معلومة، أنا عايشة بأمريكا، استقبلت معلومة من العراق، المعلومة تقول بأنه أكو انفجار صار بالعراق، عندي 3 ثواني قبل ما مخي الأيسر ياخذ هذه المعلومة ويمسحها لأنها غير مطابقة للواقع اللي أنا عايشة به. المعلومة جتني من العراق وتقولي أكو انفجار، بعد 3 ثواني مخي الأيسر ياخذ المعلومة يذكرني انه انا عايشة ببلد امن، ببلد ما يصير بيه انفجارات، وايضا يذكرني بانه الصورة اللي واصلتني او المعلومات اللي واصلتني طبيعة المكان او طبيعة الارض اللي بيه هذه المعلومة ما مشابهة لطبيعة الارض اللي انا عايشة بيها، فمخي الايسر يقرر بانه هذه المعلومة غير مفيدة وخليني انه انا اشمرها وآيات ما راح تستفاد من عندها. لهذا اللي يسوون المشاهدة عن بعد أو الريموت فيورز اللي يسووه ببساطة إن هم يقعدون يفكرون ويرسمون أي شيء يخطر ببالهم، لأنه يعرفون هم عندهم فقط 3 ثواني حتى يرسمون الشيء اللي دي يشوفوه، بعد 3 ثواني هاي المعلومة لازم تنشمر لأنه هي معناها جاية من الجزء الأيسر من المخ. وهيتي أعزائي العرافة الحقيقية تشتغل. هسه خليني أرجع وأختم الفيديو، أرجع وأختم الفيديو. هسه خلوني أرجع وأقولكم إنه ليش
CIA وقفت بروجكت ستارغيت او مشروع ستارغيت وبطلت انه هي تسويه. وقفته لسببين. السبب الاول بانه حسوا انه هذا المشروع راح يكون جدا خطير، لانه تخيلوا نعيش بعالم ماكو بيه اسرار، اوكي، كل الاسرار موضوحه، فهذا الشيء راح يكون جدا جدا خطير. السبب الثاني انه بعض الناس قامت تسرب معلومات لعامه الشعب. هاي المعلومات تقول بانه CIA هالقد ما انه هم ما يعرفون يشتغلون، راحوا جابوا عرافين وقاعدين يشتغلون وياهم ويسووا لهم تجسس. طبعا هذه المعلومة كانت كلش يعني عيب بحق CIA أو الجيش الأمريكي، وكان لازم إنه هم يوقفون المشروع بأسرع وقت ممكن. ومو بس هيجي، يسوون مشاريع وأفلام سينمائية تقعد إنه هي تسخر من اللي يستخدم العرافين للتجسس، بس حتى يخلون الشعب يغير فكرته ويعتقد بأنه هاي المعلومة كذب. لأنه ببساطة كانوا راح يصيرون ضحوكة من قبل الناس اللي حكيت عنهم بأول الفيديو، اللي هم لما يسمعون معلومات جديدة يقومون يضحكون ويستهزئون. هذه نهاية الفيديو، ومثل كل مرة أقولكم إنه هي بداية لمعلومة جديدة تعلمتوها راح تأثر أو تغير بحياتكم. أشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي.